بسم الله، بسم الله على كل ظالم وعلى كل مفتري، بسم الله على كل من يحاول القضاء على الديانات أيا كانت، بسم الله القوي الجبار، تنديد ببصق المسيحيين. الحقيقة أمر عجيب وأمر مخيب، دافعوا عنها ابن غفير ظاهرة البصق على المسيحيين، يعني إنك تدف على مسيحي. أدلى المستوطن الإسرائيلي أليشع يرد المشتبه بالتورط في قتل المراهق الفلسطيني قصى معطان بهذا التعليق: وستزايد حوادث بصق اليهود على المصلين المسيحيين أو بالقرب منهم في البلدة القديمة بالقدس. وكتب وزير الخارجية الإسرائيلي إلي كوهين، قال فيها: أدين ظاهرة البصق القبيحة على المسيحيين وإيذاء أي إنسان بسبب دينه أو معتقده. هذه الظاهرة لا تمثل قيم اليهود. وأضاف: حرية الدين والعبادة هي قيم أساسية في إسرائيل. مئات الآلاف من السياح المسيحيين يأتون إلى إسرائيل كل عام لزيارة الأماكن المقدسة لهم ولنا. أنا أدعو جميع مواطني إسرائيل إلى احترام تقاليد وإيمان كل من يأتي إلى أبواب القدس المدينة المقدسة. جاءت تلك التدوينة ردا على أقوال مستوطن فعال وبارز، حيث قال إن البصق على المسيحيين ممارسة يهودية قديمة. وأدلى المستوطن الإسرائيلي أليشع يرد المشتبه بالتورط في قتل المراهق الفلسطيني قصى معطان بهذا التعليق: وستزايد حوادث بصق اليهود على المصلين المسيحيين أو بالقرب منهم في البلدة القديمة بالقدس. وبحسب الصحيفة، فقد توافد على القدس عشرات الآلاف من اليهود للمشاركة في الفعاليات والصلوات بمناسبة عيد العرش في الأيام الأخيرة، وتم خلالها تسجيل العديد من حوادث البصق، وتمكن البعض من توثيق هذه الحالات. نعم، من توثيق هذه الحالات أيضا. لماذا؟ لماذا كل ذلك أيضا؟ هل بذلك يكون اليهود الحق بالبصق على المسيحيين؟ ليس بالفعل، ولكنها تعتبر عادة قديمة. نعم، عادة قديمة، البصق على المسيحيين بهذه الصورة. ولهذا الأمر أمر عجيب، ولكن بالرغم من كل ذلك هناك تنديد بهذا الفعل الرهيب. نعم، هذه فعلة شنعاء، فعلة لا تستحق أي تقدير أو احترام. وبالرغم من ذلك في العيد العرش اليهودي بصق واعتداء على المسيحيين. نعم، اعتداء على المسيحيين. لما تم هذا الأمر؟ إنه أمر شنيع، أمر رهيب. إسرائيل تحاول دائما أن توقع بالمسيحيين، ولكن إسرائيل ترفض حماية الكنائس من البصاقين. لماذا فعل هذا الأمر الرهيب؟ وأي مقال يكون بهذه الطريقة أو التحدث عن اليهود بطريقة غير لائقة، يتم مسح المدونة أو الحدث في قليل من الدقائق. إنهم يحاولون دائما أن يبعدوا عنهم الشك أو يبعدوا عنهم الكلام الحقيقي، يزرعون الفتنة، يزرعون القلق، يزرعون كل ما هو سيء. حقيقة الأمر، إسرائيل
لم تصمت أبدا، وما زالت تفعل الكثير وتدفع للمؤثرين لنشر دعاياتها ولنشر الأكاذيب الغير حقيقية. بسق اليهود على المسيحيين كما بصقوا على المسيح نفسه. تتكرر حوادث البسق على والاعتداء على المسيحيين التي ينفذها بعض المتطرفون. هل هذا الكلام الصحيح؟ إنه أمور عجيبة وأمور غريبة، ويحاول دائما كل من ذلك أن يفعل هذه الأمور العجيبة. ولكن دعونا نتحدث مرة أخرى عن ناهد متولي، تعود من جديد للأضواء بهذا التصرف الغير اللائق. إنها تعود مشكلة السيدة ناهد متولي للأضواء من جديد، وأعلن معاذ عليان الشاب المسلم الذي سخر كل صفحاته وقنواته للهجوم على المسيحية بأن السيدة ناهد متولي ستخرج في مقطع فيديو قريبا للرد على الفيديو الذي نشره القمص زكريا بطرس بشأن تغيير دينها وعودتها للإسلام من جديد. والجدير بالذكر أن القمص زكريا بطرس علق على ارتداده ناهد متولي من المسيحية وعودتها للإسلام من خلال مقطع فيديو كامل على قناة البادي، تحدث من خلاله على عن الأمراض العقلية التي أصابت السيدة ناهد متولي، بجانب التهديدات التي تعرض لها من قبل جهات معينة أجبرتها على الخروج في اللقاء الأخير وإعلان شهادتها وعودتها للإسلام. جاءت كلمات القمص زكريا بطرس نافية لعودة السيدة ناهد متولي للإسلام، وأن ما حدث لها بسبب تهديداته لابنها، وستقوم الأهرام الكندية بنشر مقطع فيديو الخاص بالقمص زكريا بطرس. ناهد متولي هي شخصية ملفتة للانتباه ومثيرة للجدل في مصر، إذ كانت تشغل منصب وكيلة شؤون الطالبات في إحدى أبرز مدارس القاهرة. وتعتبر ناهد متولي من مواليد عام 1942، تبرز ناهد بتميزها في مجال اللغات المتعددة، حيث تتقن عدة لغات بمهارة عالية. تركزت انتباه الجمهور حول ناهد متولي بسبب خيارها الملفت للنظر بتغيير ديانتها والانتقال إلى مسار ديني مختلف، وقد أثار هذا القرار الديني نقاشا حادا وتأثيرا على سمعتها العامة، مما جعلها محور اهتمامات وتساؤلات كثيرة. رحلة ناهد متولي تمتاز وبتعدد جوانبها، إذا تجمع بين قضايا دينية معقدة والتفرغ لمجالات التعليم مشاركة في المجتمع. ما هي ديانة ناهد متولي؟ في عام 1990 اتخذت ناهد متولي قرارا غير متوقع بترك الإسلام والانتقال للمسيحية، وبدأت تنتقل إلى صفوف الأصوات الناقدة للإسلام، حيث أصبحت نشيطة متحمسة ضد الدين الذي تركته. استفاد منها بواسطة عدة منظمات تبشيرية، وأطلق باسمها حوالي 20 كتابة تم نشرها خلال تلك الفترة. شاركت ناهد متولي أيضا في مقابلات وبرامج تلفزيونية على قنوات المسيحية، حيث اعتمدت موقفا داعما للتبشير المسيحي على مدى 30 عاما من النشاط التبشيري والانتقادات للإسلام. وبلغها سن 80 أعلنت ناهد متولي عن اعتناقها للإسلام مجددا، وقدمت اعتذارا للمسلمين الذين تأثروا بالانتقادات السابقة، وأعربت عن توبتها من المواقف والأفعال التي سبق لها أن اتخذتها. ناهد متولي والفضائح والمشاكل وفوضى بشارع الإسكندرية بمحافظة مطروح. أشكركم أحبائي وأعزائي، وأتمنى لكم كل الخير والسعادة، ورب تكونوا بأحسن حال وأحسن سعادة وأحسن خير، وإن شاء الله تكونوا في أفضل سعادة. يا رب ابعد عنا الغلاء والوباء، وابعد عنا كل شر. آمين.